بمنطقة صغيرة نواتها آشور ثم توسعت. السياسة نظام الحكم ملكي ثم امبراطوري، وهناك وزراء ونساء بلاط وخصيان ونظام معلومات، نظام الاتصالات أيضا يسمونه الكاليو، ثم الجانب العسكري الملك والتورتان والرابشاقة والناقر إيكالي، يعني طاقم كامل من الدرجات العسكرية. ثم الاقتصاد، تطور الاقتصاد الآشوري من زراعي كما قلنا كانوا مزارعين أشداء وممتازين، ثم تتحول نزعة تجارية ثم حرفي، لكن في الأخير أصبح حربي مع الأسف. كانوا يعتمدون على ما يحصلون عليه من الحروب، وبذلك ضعف الاقتصاد. يعني الناس اللي كانت تزرع أصبحوا محاربين ويعتمدون على ما يأخذونه من حروبهم. ثم الحياة الاجتماعية كانت مجتمع مقسم إلى طبقات، والحياة المادية كانت تقنيات الزراعة والمعادن، والحياة العلمية التي أتمنى أن يعني تتاح لنا فرصة حتى نحكي عن العلوم الآشوريين، محاضرة سأقدمها أعتقد في نينشوبين، ونعرف جانب العلم عند الآشوريين، وليس فقط إحنا مع الأسف نوبات البروباغاندا هي اللي تسود. فعندنا دائما كلام عن الآشوريين عسكر، الآشوريين أقوياء، الآشوريين ظلام، الآشوريين كذا، فطغى هذا الجانب. لكن أنا أقول أنه يجب أن نؤكد من الأنفصال أيضا على الجوانب الحضارية الأخرى، وأهمها أهم الفنون والعلوم. ما هي فنون الآشوريين وما هي علوم الآشوريين؟ اللي أسسوا الإمبراطوريات الآشورية الحديثة ثلاثة: أدد نيراهي الثاني، تجلات بلاصر الثالث، ثم سرجون الآشوري اللي يشكل ذروة الحضارة وحافظ عليها بعد سرجون الآشوري اللي هو سرجون الثاني، كان سنحاريب، ثم جاء أسرحدون، ثم أشور بنيبال. هؤلاء الملوك الأربعة شكلوا قمة الحضارة الآشورية في، يعني هؤلاء هم بقدر ما هم مثلا أدد نيراني وتجلات بلاصر مؤسسين في 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 شكل الإمبراطورية، لكن الملوك الأربعة العظام يسموهم ملوك العالم القديم هذول، يعني ليسوا فقط هم ملوك عظام على الآشوريين، يعتبرون من ملوك العظام في 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 كل تاريخ العالم القديم، وهم أربعة: سرجون الثاني وسنحاريب وأسرحدون وأشور بنيبال. هذه هي الإمبراطوريات، الإمبراطوريتان الآشوريتان الحديثتان، لأنهن هم ثلاثة. لاحظوا باللون، إذا يطلع عندي بالتأشير لما يطلع اللون الأخضر الداكن، هي هاي الإمبراطورية الحديثة الأولى الآشورية. ثم الإمبراطورية، لاحظوا معي، تشمل كل الشرق الأدنى بأكمله من إيران إلى كل بلاد الشام ثم إلى بلاد مصر وعند حدود ليبيا. هذا كان هو تقريبا الشرق الأدنى القديم بهذا الشكل، لأنه حتى ممتد، إذا تلاحظون معايا، ممتد إلى جزء كبير جدا من آسيا الصغرى، ما باقي شيء حتى نوصل إلى البحر الأسود لتنتهي آسيا الصغرى. فكان كل هذه المناطق الحقيقة مسيطرين عليها الآشوريين في ذلك الزمن، يعني شرق الأدنى القديم بأكمله. وقد تستغربون يعني لماذا يعني ربما هناك ناس يقولون حب التوسع، وليس حب التوسع. الآشوريين تعرفون في شمال واد الرافدين لا يمتلكون ميناء، وكان ميناء الخليج العربي بعيد عنهم، وفي نفس الوقت يصطدم بطموحات بابل اللي هي كانت بين ضعف وقوة، مرة تصعد مرة تنزل. فكان أقرب شيء لهم أن يسيطرون على ساحل البحر المتوسط بأكمله. لماذا؟ حتى يحركون تجارتهم، يعني هذا أمر كان طبيعي. يعني تشوفون البحر يعني باللون الأخضر نزولا من أعلى البحر المتوسط في الجانب هذا إلى هذا، كله من أجل أن تكون هناك تجارة مرنة يأخذون ويصدرون، وهذا في الأمر طبيعي أو حق طبيعي في ذلك الزمن اللي ما كانت بالتجارة
منظمة دوليا بقوانين أو شيء، كان كلها القوة هي اللي توجهها. الأباطرة الأربعة العظام كما قلنا يسموهم الأسرة السرجونية، لأن سرجون هو على رأسهم سرجون الثاني سنحاريب أسر حدون، هذه صورهم اللي تشوفوها. نبدأ بهذا أول واحد بهالجهة هذه اللي هو سرجون الثاني، ثم سنحاريب وأسر حدون وأشوربانيبال، هؤلاء الملوك الأربعة العظام في تاريخ الحضارة والإمبراطورية الأشورية. ما دمنا قد يعني الوقت بدأ يمضي فما أستطيع أن كل واحد له منجزات كبيرة جدا، وهذه المنجزات يعني مدونة ومعروفة وتعززها نصوص ووثائق كثيرة جدا. هذه هم يبدأون من سرجون الثاني وينتهون بأشوربانيبال. هذا هو أشوربانيبال، أعظم أباطرة الأشوري. أنا دائما أقول أن أعظم إمبراطوريين أو أعظم شخصيتين في كل واحد الرافدين هما حمورابي وأشوربانيبال. حمورابي لأنه وضع لا أشوربانيبال أعظم، لأنه أشوربانيبال دون تراث واد الرافدين بأكمله 30,000 لوحة، يعني أشرف على تدوينها ووضعها في قصره، وسنتحدث عن هذا بعد قليل. هذا عمل ثقافي، احنا ليس مجال القوة هو المجال الوحيد الذي يجب أن نرفع فيه أبطال التاريخ. أنا برأيي القوة نعم مطلوبة، ولكن الثقافة مطلوبة أيضا والحضارة. حمورابي أسس ووضع المسلة 800 قانون مدني في ذلك الوقت، الوقت تعرفون 1750 قبل الميلاد، جدا مبكر. وأيضا إمبراطور عظيم، ملك الشرق الأدنى بالضبط نفس الخارطة هاي تقريبا، ما لم يذهب إلى مصر صحيح، لم يدخل إلى مصر، لكن تقريبا هذه إمبراطورية حمورابي. أشوربانيبال نفس الشيء، امتلكها وأضاف لها مصر، ووضع المكتبة العظيمة التي سنتحدث عنها بعد قليل باعتبارها وجه مشرق من وجوه وادرف، بل من وجوه التاريخ بأكمله، لأن لا توجد مكتبة أعظم من مكتبة أشوربانيبال، وهي التي دونت حتى النصوص السومرية بلغتها. يعني تخيلوا حتى النصوص السومرية، ليست كلها، أغلبها دونت. يعني خلينا بس نشوف البعد العميق جدا عند أشوربانيبال. طلب من موظفيه أن يدونوا النصوص السومرية بلغتها ليحتفظ بها في المكتب. يعني هذا بعد نظر نادر، هاي لغة منقرضة لكنها لغة أصلية لوادي الرافدين تعتبر. دون ما دونه، يعني مثلا ملحمة الخليقة بابلية، الذي أنشأها بابليون كتبوا 7 ألواح في ملحمة الإنوما إليش، تعتبر هي البايبل لكل الشعوب القديمة، بايبل هي الكتاب المقدس للجميع، لأن كلهم يأخذون من عندها. أشوربانيبال دونها بأكملها ووضعها في مكتبتي، واستبدل الإله مردوخ بالإله أشور. لكن نحن نعرف ما هو دواعي الاستبدال، لأن هو الآن هو الحاكم الأكبر. يعني ملحمة قلقامش نفس أكبر ملحمة في وادي الرافدين، وضع لها أو دونت ب 12 لوح لأول مرة في التاريخ، 12 لوح. حتى في عصر البابليين دونت ب7 ألواح 11 لوح وتوقفت، لكن عند الأشوريين دونت ب12 لوح وموجودة في مكتبة أشوربانيبال. هذا الرجل أشوربانيبال عندما تقدم به العمر كان يصرخ ويتنبأ، يقول أشوربانيبال في أواخر أيامه: لقد فعلت الخير لله أو للإله والناس، للموتى والأحياء، فلماذا أصابني المرض وحل بي الشقاء؟ إني عاجز عن إخماد الفتن التي في بلدي وعن حسم النزاع القائم في أسرتي، وأن الفضائح المزعجة كبر لأنه بالسن هو، فاستغلوا الناس ضعفه وهو كبير، وأن الفضائح المزعجة لتضايقني
على الدوام وأمراض العقل والجسم الويل وتبطئ كياني، وها أنا ذا أقضي آخر أيامي أصرخ من شدة الويل بائسا في يوم إلى المدينة يوم العيد، المنية تنشب في أظفارها وتنحدر بي نحو آخرتي، أندب حظي ليلا ونهارا وأنوح وأعول وأتوجع، أي إلهي هب الرحمة للإنسان وإن كان عاقا حتى يرى نورك.